ينضم إلينا من أنقرة عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية. عمر أهلا بك معنا. إذن السفن المتوجهة إلى البحر الأسود انخفضت إلى 35% خشية استهدافها من قبل القوات الروسية. ماذا في جعبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإعادة تفعيل؟ الآن تركيا تقول بأن هنالك إمكانية وتوسط لإعادة تفعيل أو لإعادة روسيا إلى اتفاق نقل الحبوب من البحر الأسود. نعم عمر. نعم رعد، بعد التحية، بالفعل إن كان على مستوى وزير الخارجية هاكان فيدان أو على مستوى الرئاسي كذلك تسعى، ولكن في هذه المرة لتسعى مع الغرب أو مع الدول الغربية لإقناعها بضرورة الامتثال للمطالب الروسية كذلك، لأنه كما يبدو أن روسيا هذه المرة مصممة على موضوع إنهاء اتفاقية الحبوب ما لم يتم تطبيق مطالبها. طبعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في وقت سابق كان قد قال بأن المساعي الدبلوماسية التركية مستمرة، ولكن من الخطر الكبير جدا أن يتم العمل بممر الحبوب دون الموافقة الروسية أو بغض النظر عن المشاركة الروسية في هذا الممر. طبعا رعد، كما يعلم الجميع، المركز الذي تم إنشاؤه في اسطنبول كان من أهدافه الأساسية هو تفتيش السفن، خصوصا السفن التي تعود إلى أوكرانيا لتحميل هذه الحبوب، لأن الجانب الروسي دائما كان يقول بأن هذه السفن عندما تعود إلى أوكرانيا تحمل السلاح في جعبتها، ويتم تفريغ السلاح في أوكرانيا لمواجهة الجانب الروسي أو الدولة الروسية. لذلك روسيا حاليا بالتهديدات التي أطلقتها بأن كل السفن القادمة إلى أوكرانيا هي أهداف مشروعة بالنسبة للجانب الروسي إن كانت تحمل السلاح، طبعا مع نفي استهداف السفن المدنية. كذلك هناك تقديرات تركية كذلك بأن هذه النسبة، نسبة 35%، سوف تتضاءل أكثر خلال الفترة القادمة حتى يتم إيجاد حل يرضي جميع الأطراف باستمرارية العمل باتفاقية الحبوب. تزداد أكثر تقصد عمر؟ طيب السؤال هنا بعد المواقف التركية المتكررة التي وصفتها روسيا، موسكو وصفتها بأنها طعنات في الظهر من تسليم قادة عسكريين أوكران إلى أوكرانيا دون العودة إلى روسيا ومواقف أخرى، هل هنالك من أمور يمكن أن تطرحها أو طرحها المراقب التركي لديك يمكن أن تطرح لإعادة التوسط، لإعادة تركيا لوضعها الطبيعي بعلاقاتها مع موسكو؟ رعد، هنا في تركيا يقول جميع الخبراء تقريبا بتركيا حاليا علاقاتها، نعم ربما هي فاترة حاليا مع الجانب الروسي، ولكن علاقاتها مستمرة مع موسكو، وأن روسيا بالذات لا يمكنها التخلي حاليا أو لا يمكنها اتباع مواقف تؤدي إلى قطع العلاقات مع تركيا، وبالتالي روسيا حاليا بحاجة إلى تركيا، بحاجة تركيا إلى روسيا. هذا ما يقولون المراقبون الأتراك. طبعا روسيا هنا تركيا تحاول أن تلعب دور الوسيط في عملية إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. من جانب آخر نحن نتحدث عن أن تركيا كذلك تريد أن اختبرت الجانب الروسي في هذا الإطار كذلك. نعم عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، شكرا جزيلا لك على هذه التفصيلات حول ما يجري هنالك في تركيا والعلاقة الروسية التركية. شكرا جزيلا لك.